مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وتحيه مغموره بعبق الياسمين ممزوجه بكل الحب والود والتقدير ابعثها لكم في مساء جديد من امسيات مساء الخير يا امير عبر استديوهات قناه الحريه والجمال. واليوم نخوض جوله عبر مملكه الطب بجميع تخصصاته المختلفه، لكننا بنتناول تخصص جميل جدا، ومعانا الدكتور طارق الهادي اختصاصي باطنيه والصدر والحالات الحرجه. مساء الخير يا امير. مساء الخير يا استاذه، ومرحبين وبكم في قناتكم العامره، قناه الجمال والحق وكذا. أنا جميلة جدا أم درمان. نعم. وإن شاء الله إحنا نقضي يعني ليلة ستكون جميلة وسهرة تكون جميلة. نعم. ومساء الخير يا الأمير. نعم. طيب، أولى أسئلة مساء الخير يا الأمير، والمتعارف عليها السيرة الذاتية للدكتور طارق الهادي. بعرف إنها هي طويلة وممتدة، والله لكن يا أخي نبدأ بتعريف إنه زول من وين وكذا. نعم أكيد. أنا يعني بقول انا ممكن اقول انا سوداني براها يعني لتداخل كثير حصل. انا اسمي طارق الهادي الصديق محمود محمد احمد محمود علي الشيخ صالح. نعم. محمد احمد اللي هو ده عندنا اسمه جاكولا الصغير المبارك احمد علي، وده علي بشقر جد البشقراب الرفاع ابن السيد حمد ودرافع ان شاء الله، جد قبائل الرفاع في السودان، وده من والدي اتولد في حلة فضل هنا جنب البشاقرة، يعني حكاية بتاع 70 كيلو من خرطوم. نعم. وأمه من شنبات هنا برضو، أبوها من هناك وأمها من شنبات، حبوبتنا فاتنا بالترباب وحامد والدرباب، ودي جعالية ورفاعي، وأمه برضو حبوبته بطحانية من الزاكياب وكده. نعم. وتزوج والدتنا اللي هي عواطف زين العابدين خالد محمد عبد الرحمن إدريس شكرته، محسية من توتي وكده، وأمها برضو من شنبات يعني، فجدها برضو الفكي ياسين الفكي علي وكده، فنحن من خليط من شنبات ومن توتي وكده. فالواحد اتولد في شنبات لكن تنقل في مناطق كثيرة بحكم عمل الدراسة بتاعت عمل الوالد وكده. نعم. في شنبات يمكن الأسرة تكون معروفة لدى الناس، يعني احنا جدا فكي بابكر اللي هو له صلة من حلة فضل وجهين، أول من أسس خلوة في شنبات استلم منه أحد تلاميذه اللي هو الفكي ياسين اللي هو زوج بيته، وأسس مسك الخلوة مشهورة جدا، كانت خلوة الفكي ياسين ودرس فيها 50 سنة وكده، وده جدا لأمنا. وجدا برضو الفكي البشير محمد نور في شنبات معروف، وده لهن في شنبات، وفي توتي برضو وكده. فالواحد خليط من مجموعة من الأجناس السودانية من الرفاعة والمحاس الجعليين البطاحين الكذا من وسط السودان. أبوي الهادي الصديق محمود هو مفتش زراعي، كان عمل في مشروع الجزيرة، جمعته حاجة غريبة غير النسب ما بعيد شديد، لكن بأمي إنه والدي ده داخل المدرسة والده توفى فهو تربى يتيم وكذا، رغم عن ذلك يعني نجح في مساره المهني ودرس وكذا وأصبح موظف في مشروع الجزيرة، وكان مميز جدا وحصل على جائزة الجمهورية في أعلى إنتاجية في مشروع الجزيرة في الثمانينات مرتين، كان دان الرئيس نميري. فهو نشأ يتيم زي عمر 8 سنة، والدتي برضو نفس الحكاية، والدها لما توفى برضو عمرها زي 8 سنة. نعم. وبرضها نجحت في مسار المهني، كانت معلمة وبعد ذاك يعني عملت دراسات العليا لحد الدكتورة أستاذة جامعية، فهما الاثنين نشأوا أيتام، لكن الحمد لله أنشأوا أسرة كويسة وكذا، نحن 3 أبناء وبنتين. نعم. وكلهم الحمد لله تفوقوا. الدراسة كانت في الدراسة في مشروع الجزيرة في كم حتة، أنا قريت في حتات كثيرة، يعني سنة أولى قريتها في أبقوتة هنا، بعد ذاك أبوي انتقل لجنوب الجزيرة في الجاموس، قريت السنة ثانية في حتة اسمها الرضي، سنة ثالثة في حسيمة طيبة بلد النفيدية. أيوه. ودرست في مدرسة مريحلة الابتدائية برضو 4 سنة، ودرست سنة أولى وسطى في مدرسة 7 والدلبيح، والدلبيح اللي عملوا له الغنية ومكود مكوك و40 طاقية وبوات الجبيل جابوها بالزندية، دي طبعا مناطقنا اللي حوين دي. نعم. انتقلنا الخرطوم، يعني أنا جيت في تانية وسطى، رجعنا هنا شنبات لظروف كثيرة في عمل الوالدة وكده،
ودرست كملت الوسطى في مدرسة كانت جديدة في وقتها اسمها حاج محمود محمد محمود في المزاد. نحن كنا أول دفعة وربنا أكرمني كنت أول الدفعة برضو في الشهادة المتوسطة فيها. وبعد ذلك دخلنا شنبات الثانوية. شنبات طبعا بلد عجيبة طبعا، لأنه في ناس في شنبات ما مرقوا منها لما ماتوا. يعني كنت درس الابتدائي في شنبات، والجامعة ذاته شنبات طبعا فيها جامعة فيها كم جامعة واشتغل قبله في شنبات وكده، ففي ناس كتار كده في أهالي شنبات. بلد مميزة جال بيسكن شنبات تاني ما بيبدله بحتة. درست الطب في كلية الطب جامعة أم درمان الإسلامية. الكلام ده نحن امتحنا الشهادة سنة 91 تقريبا، من 92 لحد 98. والله ما كبير. لا أنا صغير يعني. أقول يعني لسه شباب. تخرجنا سنة 98، وكان في سنة تعطلت فيها دراسة لو تتذكر في أحداث الغزو اللي كان الأمطار الغزيرة وكده، فكان المفروض نتخرج 97، تخرجنا 97. ومشينا في النفرة ديك برضو كجزء من الناس الكتار المشوا عشرات الآلاف يعني يشاركوا كده. أنا طالب في الجامعة، أنا كان بحب الميري زي ما بيقولوا الناس. الناس عموما يقول لك كان فاتك الميري دردك في ترعون، لأنه حاجة محبوبة لكل الناس يعني. فأنا طالب قدمت للالتحاق بالقوات المسلحة، كان في نظام زي ده من كلية الطب، وأنا في سنة رابعة تم استيعابنا في القوات المسلحة. الكلام ده 96 تقريبا. وبعد تخرجنا هو مشينا في العمل في القوات المسلحة وكده، أكملنا فيها الامتياز. وبعد ذاك انتقلنا عملنا في القوات المسلحة في مناطق كثيرة من السودان. في شرق السودان، في الجنوب، في الوقت ذاك في منطقة عالي النيل. بعد ذاك في شرق السودان وفي غرب السودان. الواحد تنقل وعرف حاجات ما كان، وتعرف على ناس وعلى مدن يمكن ما كان يتعرف عليها لو ما طبيعة العمل ودته يعني. أنا يكاد أكون شفت تقريبا كل مدن السودان ده، ما عدا حلفة القديمة مثلا، ما عدا مثلا حلايب والجنين، المدن اللي في الأطراف. أما القريب ده كله مشيته شغل أو سياحة، بحب السياحة جدا المحلية علي أولا. بجيك لها بعدين. فشفت السودان ده كله. وبعد ذاك الواحد يعني برضو في المجال الطبي في المسار المهني الحمد لله ربنا سهل لنا، مشينا سريع يعني. بعد الفترة الأولى اللي مطلوب إنك تقضيها برا وكده، الواحد امتحن الجزء الأول وتخصص في، حصلت على الدكتوراه سنة 2006. وبرضو تاني رجعنا سنتين برضو لفة صغيرة كده في بعض المدن في السودان والشغل في الغريب يعني. تاخد بريك بين سنة وسنتين هاي ما طبيعة العمل يعني. وبعد ذاك ربنا سهل لنا فرصة سنتين في المملكة المتحدة في بريطانيا من 2008 إلى 2010. وأنا أفتكر دي نقطة كانت فارغة جدا في حياتي يعني المهنية يعني. لأنه هناك الواحد يعني زي ما بيقولوا جاب شاف العلم من حيث يولد يعني. هناك المعرفة بتولد قبل ما تقبى في الكتب بسنين. وحقيقة بريطانيا يعني الإنجليز ديل يعني شعب يعني فعلا بيخليك تاخد وقفة يعني. أنا كان أصلا عندي سؤال من زمان إنه الإنجليز ديل حكموا الدنيا كيف؟ طبعا الإنجليز ديل حكموا الدنيا، حتى الصين وأستراليا والهند وكندا وامريكا يعني اتتايم في وقت من الاوقات هون حاكمين الدنيا كلها. فهل الكلام ده كان لانه قويين ولا لانه عندهم عدد؟ لا، الصينيين بس كان ممكن يردموا البحر لحد بريطانيا ذات ناس ويجون. فكنت داير اشوف الناس دي مشوا كيف، وده الفكره دي هي اللي خلتني يعني استفزتني انه اشوف الكلام ده. ولقيت الناس دي ناس يمكن فاتوا الناس بحاجتين يعني، ناس منظمين جدا، ناس بيعملوا سيستم وبراجعوا هذا السيستم لحد ما يقبى بيرفكت، ناس مهنيين. اعلى درجات المهنيه، بيحترموا الانسان لانه انسان حتى في مستعمراتهم، ما زي باقي المستعمرين. لو انت شفتي يعني في كثير من الاحيان والغالب عليهم هم كان بيحترموا الناس، كانوا بيحاولوا يطوروا من المواطن المحلي. حتى المنطقه اللي بيحتلوها بيطوروا فيها. ايوه ناس البلد ذات ويحكموا البلد وكده. فهم غير ما يعني ما زي الفرنسيين ولا الاسبان ولا كده. فشعبي غريب يعني. وده خلاني استفزاني لانه اكتب كتاب نجيه بعدين لقدام. طيب قبل نحن بنخوض، ونحن كمان قلنا للمشاهد انه سيره ذاتيه مختصره ما شاء الله حافله بالنجاحات، لكن نرجع تاني لاولى محطاتك داخل الوطن الحبيب.
طيب يمكن انا اي فعلا قبل التخصص في بريطانيا قبل 2010، انا رجعت 2010، قبلها يعني ياهون ممارسه المهنيه العاديه في الطب، وكانت فتره بتاعت قرايه وكذا وشغل في مستوى جونيور. انت لما تجي راجع بتكون لا اراديا بقيت في مستوى قيادي، يعني بكون تحتك ناس وكذا، فكان همي انه انقل الشيء اللي انا عملته هنا في العشر سنة فاتت دي، والحمد لله ربنا يسر لنا تيسير شديد. كانت طبعا الواحد لسه شباب وكده، أنا لما رجعت كنت رائد يعني ما شاء الله في الهناي، وكان أسسنا مع مجموعة من الزملاء الشغل في الطوارئ بتاعت الخدمات الطبية دي وعملناها، وكانت بقت يعني almost يعني قياسية وحازت على الاعتماد من كثير من المجلس العربي وحتى من برا السودان وكده، وده كان مجهود كبير وكان يتأسس فيه فكرة التيم ويرك. نحن من مشاكلنا في السودان الناس بتمارس بالفرد، هو بيعتمدوا على الناس، فنحن حاولنا، ودي من الحاجات اللي فاتوا بها الإنجليز الناس، إنه التيم ويرك الفريق لازم تعمل فريق بتاع عمل، وبعد ده قيادة عندها الخبرة وعندها الفهم وعندها الرؤية إنها دار تعمل شنو، تكون قاعدة حارس الشغلة دي. فكان عملنا شغل حلو جدا، أسسنا يعني مجلس تخصص طب الطوارئ اللي هو في السودان ما كان موجود، مع مجموعة من الزملاء الحقيقة بدوا بعض الزملاء وبعد ذاك وقف لأسباب، وجينا رجعنا ورجعناه، وكان التدريب الأساسي في الخدمات الطبية، وتدرجت في المجلس ده من عضو لحد نائب رئيس لحد ما بقيت رئيس لمجلس التخصص طب الطوارئ في السودان. يعني في عمر سني أنا كنت يمكن أكون أصغر رئيس مجلس في المجلس، مجلس كبير جدا، أكبر مجلس التخصصات موجود في الوطن العربي الآن يعني. وبعد ذاك برضو في نفس المجال، لأنه تخصص العناية المكثفة كان يعني برضو ما بشكله هنا وكان ضعيف شوية، ما برضو مع مجموعة من الزملاء أسسنا المجلس ده، وبرضو مسكت أنا برئيس في وفترة وأسسنا شغل، والحمد لله المجال الجاسي يعني خرجت دكتور الحس القيادي خلى يعني منك أنت قادر أنك أنت تتخطى المراحل وتقول الهم بأنه أنا يعني بحيث انه ممكن في شيء يتعامل. يعني انا بؤمن جدا انه السودان ده مفروض يكون ترتيبه عالي جدا في وسط الدول، لانه نحن ما في شيء عند الناس ما عندنا اكيد اي شيء عندنا يعني موارد. طبعا ما في ناس يعني عشرات الدول العظمى ذاتها ما عندها مواردنا دي، مشكلتنا وعندنا كوادر، لكن مشكلتنا دائما بتكون في الرؤيه، في انك في القياده، في انه القياده باي موديل، يعني بانك انت تكون فعلا الناس يشوفوا فيك قيادي الشغل قيادي ناجح او يشوفوا فيك الشغل وتطوير فكرة فريق العمل، وانه اي حاجة ممكنة، ما في شيء مستحيل، الناس بالمجهود، الامكانيات ذاتها، بإدارة، بمانجمنت. واحدة من مشاكلنا الكبيرة ان احنا يعني ما بقول لك سوى الإدارة، لكن يعني بداية فعندنا مشكلة كبيرة في الإدارة في المهنية، مهنية الناس بيكونوا عارفين الحاجة بتدعمل كده ما بعملوها، بيعملوا الساهل بالنسبة لهم، وغريبة بيتميزوا برا، لكن لما نيجوا هنا مهناي. فالواحد في مساره المهني الحمد لله كان شريك أصيل في تأسيس طب الطوارئ في السودان، وخرجنا الحمد لله 3 دفعات وكده، وكان شريك أصيل في تأسيس طب العناية المكثفة في السودان، وبرضو الحمد لله خرجنا 2 والثالثة ماشى ولسه موادين. فدي كانت محطات رئيسية التحقت برضو بجامعة كرري كأستاذ، لأنه أنا بؤمن بأنه الإنسان لازم يكون في واحد من حالتين، يا أو الأحسن الاثنين، إنك أنت يا بتتعلم يا بتعلم، والإنسان الصحيح هو دائما بيتعلم وبيعلم الورا لحد ما يموت، يعني هو في حالة تعلم مستمر وفي نفس الوقت حالة بتاعت نقل معرفة. يعني الناس دائما زملائي بيقول لي يا اخي انت بتقرا كثير، امتحاناتك كثيرة وشهاداتك، المسألة ما هي عدد بقدر ما الانسان يحس انه هو لسه في طور تعلم. اذا وصلت مرحلة قلت له والله يا اخي انا بعد ده ما في حاجة أقرأ، أنا عملت الدكتوراه وكده، ما كده أنت يا دوب بديت من مسار بتاع جهلان، وزي ما قال الرسول اطلبوا العلم من المهدي للحد. الكلام ده لازم الناس تغمصه وفي نفس الوقت تنقل المعرفة، ولذلك الحمد لله عندنا نشاطات تعليمية كثيرة جدا، وشاركت في كثير من الكورسات اللي أنشأناها وعملناها في الداخل والخارج عشان الناس يستفيدوا منها. يمكن إضافة لكلامك يا دكتور جبير، أنت تكلمت أنه نحن عندنا موارد كثيرة، يعني أنت زول خبير في أنك أنت أبوك كان واحد من الناس اللي أنشأوا مشروع الجزيرة وكان عامل في مشروع الجزيرة، ضمن الموارد مش الكثيرة أنشأ لكن اشتغل في كان مشروع اشتغل فيها، كان عارف زمان الموارد الكثيرة، هو ذاته بالنسبة لنا قدوة يعني، لأنه
انت بتشوف قدامك الزول مجهود وشنو يعني كثير نحن بنصعب نلقى ابوينا ما في ومنه بنلقى ما في، لكن كان منتوجه مصور وتطور المهني كان سريع جدا وكده يعني هو وصل الدرجه الاولى كان الناس تخشوا المشروع قباله ب 13 سنه لسه وراه. لا تحديدا انا بتكلم على الموارد الموجوده يا دكتور. الموارد الموجوده دي يمكن ان توظف. انا اؤمن جدا بانه الموجود في السودان ده القاعد مسجد هنا لو لقى توظيف سليم الناس بيعملوا منه حاجات كبيره. يعني انت بتتكلم عن اعداد بشر، وانا بؤمن بالاستثمار في الناس في البشر اكيد اكثر من انك تستثمر في مش يعني انت لو طورت الانسان ده علمته دربته واهلته باقل بيدير لك الموارد دي بصوره احسن أكيد. وباقل موارد بيطلع لك ابداع احسن. الاله ما مبدعه، المبدع الانسان، لكن انت كيف توصل الكلام ده وتاخذ بيده وتدربه. نحن عندنا مشكله كبيره في التدريب المهني، الناس بيقروا ما انت عشان تشتغل في مكونين، انت تتعلم العلم النظري وتجي تطبقه عملي. عشان تطبقه لازم تتدرب عليه أكيد. فالتدريب المهني ده على الشغل قل كثير، وبالتالي اداء الناس قل كثير. نحن لو دارين نمشي ونرفع من مهنيه الناس عشان يزيد منتوجهم في اي مجال من المجالات نحن لازم نركز بعد التعليم على التدريب المهني المستمر. وده اللي بفوتونا به والناس. ما في زول بيقول فانا بقول انا خلاص انتهيت، انت لازم مرحلة انت في انت في انت في تطوير مهني مستمر لمقدراتك ولنفسك، وانت دائما جزء من فريق في حته يعني. فالواحد يعني الحمد لله في المجال ده يعني يشارك في كثير وساهم في كثير من الحاجات يعني. ربنا نرجع يا دكتور للتخصص اختصاصي باطنيه وصدر والحالات الحرجه، نتكلم عن التخصص. الباطنيه دي طبعا انا ما كنت اقرا باطنيه يعني الواحد كنت اقرا جراحه ومعانا جماعه من الزملاء دي من الطرائف يعني فكنا بنقرا ومعسكرين. فانا لما خلاص فضل شهر اشتريت الكتب غاليه جدا، كتب الامراض وظائف الاعضاء والكيمياء الحيويه كتب كانت غاليه، وبدينا نقرا وكذا مفضل شهر قلت يا اخي انا ده اسيا اخش غرفه العمليات دي اقعد من الصباح واقف على حيلي في غرفه عمليات اشتغل لي 6 و7 عمليات انا يا اخي الله الوقاف ده الله ما خلقني اليوم انا يعني داير لي حاجه. ناس الباطنيه طبعا مرور شنو تلقى قاعد في كرسي قاعد جنب العيان بتاع لكن انت جيت الشحط كده قلت لهم يا جماعه انا الله ما خلقني لي كده انا الله خلقني بتاع باطنيه، وقمت غيرت في اخر شهر ومشيت ثاني قريت باطنيه والحمد لله امتحنت الجزء الاول في الوقت ذاك للمجلس ولكل طب جامعه الخرطوم وللزمان البريطانيه وتوفقت فيهم والحمد لله الثلاث. فالجماعه بسموني يقول لي ترتديت لحد الليله انت المرتد وكذا بيقوا جراحين لكن ارتداد لمصلحه يعني هسه بيبقى اول حاجه الباطنيه هي هو بيقول لك طب والجراحه، لكن حقيقه المساله كلها في الباطنيه. طبيب أكيد. الباطنيه هو اللي بيشوف اي زول وهو بعد ذاك ممكن يوجه الزول للتخصص السليم انه يمشي يعني. الناس دائما حقه يبدو من بتاع الباطنيه حتى لو المشكله قد تبدو جراحيه في النهايه، لانه بتاع جراحه بيرجعك ليه عشان برضه اظبط ليه والشغل وكده ونجهز العيان وكده. فهي الاب الروحي للطب. فالتخصص جميل بعدين بتساعد فيه غطاء اكبر كثير من المرضى من التخصصات الثانيه. نعم ملاحظه أيوة. انك انت للان بتمارس روح القياده انك أيوة. انت تدل الزول على الدكتور لازم المناسب انت نعم. وبعد ذاك يعني تخيل انت يعني بتشوف اعداد كبيره من الناس المرض معظمه باطني أكيد. الامراض الجراحيه بسيطه فانت انت بتقدم خدمه لقطاعات اكبر وبالتالي بتتعرض لزملاء صغار اكثر عشان تدربهم. فالباطنيه هي ام الطب اكيد. بعد ذلك طبعا لما جات البعثه لبريطانيا انا ما كنت ماشي من هنا عشان الصدر ده يعني ماشي للطوارئ والعنايه يعني، لكن التخصص دائما فيه حاجه اسمها روتيشن يعني انت بتمر على مجموعه من الاقسام. نعم. فديل تخصصات بيسموها الاكيوت كير سبيشاليتيز بتاعت الهناي، فحكمني التدريب بانه انا اعمل في الحالات الحاده واعمل في الصدر لانه العناية المكثفة برضو ليها جزء كبير من الصدر. معظم استشاري الصدر العناية برا السودان هم في الأساس أخصائيين صدر عشان عمليات التنفس والكلام ده. بعد ذاك لقيت روحي عجبني جدا يعني التخصص ده صدر ده جميل جدا جدا. النفس يا دكتورة احنا بنحل الناس مشاكل النفس لما تصل للنفس دي ما مشكلة. فالفترة كانت فترة جميلة، التدريب عالي جدا،
فلقيت روحك انت كده. انت طبعا عشان تحصل على تخصص في حاجتين، الدراسه اللي هي دي شهاده اكاديميه بتمتحن لها امتحان وتجلس لها، وتدريب مهني. فالحمد لله ربنا اكرمنا في الفتره دي، لقينا شهاده بتاع التدريب من الكليه الملكيه البريطانيه في لندن، وفي نفس الوقت امتحنا شهادات، يعني امتحان طب الطوارئ ده اكيوت ميديسين سبيشال سيرتيفيكت دي، الحمد لله انا كنت اول سوداني امتحانها وربنا وفقنا برضو فيها. وكذلك شهاده تخصص الصدري من الكليه الملكيه البريطانيه، ربنا برضو اكرمنا جلسنا، كنت اول زول برضو عملها وفتحت لنا افاق. فالزول بعد ذاك بقى يريق روحه مربوط بالثلاثه ديل ومارس هنا ده، ودخلنا فيها كثير برضو. انا حتى لما رجعت برضو كنت يعني انتخبت من الزملاء انه اكون سكرتير اكاديمي لجمعيه استشاري صدر سنتين، وربنا سهل لنا، عملنا مجموعه من الكورسات. انا دائما بركز على تدريب الناس وتعليمهم، وانا افتكر الناس زي ما قلت لك انت يا تعلم اصلا جاي من ورشه بتاعت ازمه وكده، لازم يكون في عمليه مستمره، لازم الناس ينقلوا المعرفه. انت قريت لنفسك وكده انت هتكون مفتنة. طبعا عندي فيها نظريه دينيه بعدين بجيب الرجل. يمكن نحن ننقل المشاهد كمان لفاصل قصير ونرجع تاني. مساء الخير يا